نبدأ في صياغة الرؤية الاستراتيجية. بتفيدني الرؤية الاستراتيجية في تحديد الأفق لبرامج مشروع الحكومة الإلكترونية، الأهداف الاستراتيجية الوطنية للدولة، والأهداف الاستراتيجية للحكومة الإلكترونية. وبتفيدني كمان في رسم المسار العام لبرامج التطوير والتطبيق وتقييم الأداء وإدارة التغيير. الرؤية الاستراتيجية بتساعدني في تطوير وتطبيق برامج ومبادرات وطنية مثل تنمية الديمقراطية الرقمية، التعليم الإلكتروني، تطوير أعمال إلكترونية، تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية وغيرها من البرامج. جميع برامج ومبادرات الحكومة الإلكترونية نأخذها من الرؤية الاستراتيجية. الرؤية الاستراتيجية مش تصورات وأفكار تؤمن فيها القيادة العليا وبتعمل في ضوءها، لكنها أيضا تعبير عن الإدارة السياسية. الرؤية الاستراتيجية ممكن تطبقها في مجالات عديدة مثل تطوير البنية التحتية، مثل الحكومة الإلكترونية، المواطن الرقمي، الديمقراطية الرقمية، المجتمع الرقمي. ممكن تطبقها في التجارة الإلكترونية، الأعمال الإلكترونية، صناعة البرامج. هذول كلهم بكونوا تحت الرؤية الاستراتيجية الرقمية. صياغة الأهداف الاستراتيجية، لازم يكون عندي أهداف استراتيجية ومعنى استراتيجية مداها بعيد شوي، وأهداف تكتيكية مشتقة من هاي الأهداف ومداها الزمني أقل. طبيعة الأهداف، نوعها وتركيزها بيرتبط بالمستفيدين من الحكومة الإلكترونية. صياغة الأهداف مش بس قراءة معمقة للرؤية الاستراتيجية، بل في عنا أمور ثانية كثير مثل نتائج الدراسات العلمية التطبيقية للهيكل الإداري، للموارد، للإمكانيات والقدرات المتاحة، اللي هي باختصار تحليل وتقييم الجاهزية الإلكترونية للدولة. دراسة وتحليل الجاهزية الإلكترونية للإدارة والمجتمع. بيتم تشكيل قوة مهام استراتيجية Strategic Task Force، اللي هو فريق عمل عنده مهام معينة بقوم فيها. هاي الفريق تدرس أمور كثيرة، من ضمنها المستوى الحالي للتكنولوجيا، الهيكل الإداري في الوزارات، كفاءة المنظمات والمؤسسات العامة، فعالية نظم التعليم والتدريب والاستشارات والخدمات الرقمية. لما نعمل دراسة لازم نأخذ في عين الاعتبار عدة أبعاد مثل البنية التحتية، الإنترنت ومستوى الخدمة، المتطلبات القانونية والتشريعات، التمويل، الهندرة اللي هي إعادة هندسة عمليات الإدارة، تطوير القيادات الإلكترونية، e-leaderships اللي هي إزالة الأمية الإلكترونية للقيادات العليا، والتكامل بين تطوير حكومة إلكترونية والتجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية. بعد ما نحدد الأبعاد منقارن الجاهزية الإلكترونية بمتطلبات الحكومة مثل احتياجات المواطن، قيادة سياسية، خصوصية وأمن، خدمات إنترنت، أمور تانية كتير مثل ما أنتم شايفين. الغرض من المقارنة تحديد الفجوة، والفجوة اللي هو الفرق بين الواقع والمأمول. أنا شو بدي أكون وشو الواقع اللي عندي، الفرق بيناتهم بنسميه الفجوة. إذا حددت الفجوة بقدر أحدد شو راح أعمل علشان أبني الحكومة الإلكترونية، بقدر أحدد الخطوات اللي لازم أعملها والبرامج اللي لازم أعملها لإنشاء الحكومة الإلكترونية. التاسك فورس اللي هي قوة المهام بحاجة لعمل معايير معينة عشان تعرف شو لازم نقياسه، شو لازم مقارنته، وكيف نقوم بعملية القياس والمقارنة. ومن خلال عملية القياس والمقارنة نقدر نحط تصور أولي للتكلفة الإجمالية اللي هي تكلفة التطوير والتكاليف التشغيلية، ومن خلالها نقدر كمان نحدد العائد المتوقع والمنافع المنظورة وغير المنظورة، وإمتى ممكن نحصل على هاي المنافع.